يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من الأدعية الصحيحة الماثورة؟ نعم، يا حي يا قيوم هذا قيل أنه اسم الله الأعظم، برحمتك أستغيث توسل بالصفة، بصفة الله عز وجل، وهذا ورد في الحديث، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، ومعناه التوسل بصفة الله وهي الرحمة. نعم.